خزامة لها أمور وايد. إيه أنا بقول سبتها سابها. إيه خزامة طال عمرك جانا خبرها انتشرت لها صور وكلمت رأيها شخصيا اللي مولدها قبل يشتريها مسي عليها مرزوق راضي الشمري. نعم مالك الأول اللي هو الرشيدي. الرشيدي نعم نعم. كلمت هنا وكنت ذاك الوقت شادين رايحين من غير مكان المكان ثاني. اي وعدت اني بجيه وتاخرت عليه. كم كان سوما كم كان سوما في الفتره ذيك؟ حوالي 300. طيب وجاها مرزوق راضي. ومرزوق راضي من المبدعين دائما في النظر وفي المشتروات الله يوفقنا وياه. يشتري عز الله ياد البكر حق ياد المضي حق جاها عمرها يمكن 5 ايام 6 ايام شراها ب 450. نعم كلمت رايها قال بكر شراها مرزوق راضي. ذاك الوقت انا ما كنت اعرف مرزوق راضي الا بسمعه وما يعرفني بعد. دقت عليهم تليفون مش تليفوني العام. كيف الحال؟ طيب يلا حيه. البكر كان وصل قال بكر وصل 700. زادت البكرة وكلمت محمد زايد أي. قبل ما تعدت أسعارها وصلت فوق المليون. طبعا كلمت محمد بن زايد ما كان له نظر فيها في الفترة دي ولا كان عنده خبر فيها. ما كان عنده خبر فيها أي. وكلمت مبارك وعلي بالنص. مبارك وعلي يعد أخو لمحمد زايد وكلهم قبلهم واحدة ومكانهم واحد ومقرهم واحد. نعم. ومحمد كان في الامارات ومبارك كان في السعوديه. نعم. فتوعدنا عند البكره وقلت بكره كلم محمد قلت انا راح عليها اذا هي حيه. اذا البكره دي ما جاها شيء من الصواديف يعني شيء من الاعراق الامر بيد الله سبحانه وتعالى. لكن اذا هي عايشه انها تجيب مستوى خزامه من غير تحد وحد وخزامه من غير. نعم. قال يا ولد هذا حوار عمره 10 ايام تراهن عليه قلت انا راهن عليها مراهنه إذا هي عايشة بس إنها تسجل حدث. نعم. تاريخي يتعلمون بها الشرق والغرب. نعم. فمحمد زايد بعد كان تربطه مع مرزوق راضي علاقة مخوة عرفه. نعم. كلمه وخلصناها مليونين. نعم مليونين صافي. مليونين صافي. مليونين صافي. نعم نعم. انتقلت ملكيتها لكم. أي نعم. بدت كان عندكم توجه في البدايه انه مشاركه ولا انه بيع ومشتري؟ لا استثمار. ما حد من اللي بيستثمر يعني حوار من اللي بيشتريه منك حوار.